امبارح كابتن محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الاهلي اعلن انه علي معلول الموسم اللي هيبدا ده هيكون الموسم الاخير ليه مع النادي الاهلي. وبين قبول لهذا القرار من الكابتن محمد رمضان او من النادي الاهلي وبين رفض، يعني في بعض الناس قال لك لا علي معلول لسه ما رجعش من الاصابه، لما نشوفه الاول يمكن يأدي، ما ينفعش تاخد قرار زي ده وهو مصاب. وناس تانية تقول لك لا خلاص يعني طبيعه الحال ومع تقدم العمر وتفاصيل اخرى ممكن يكون قرار سليم. بين هنا وهناك كان هناك وكيل لاعبين اوصل علي معلول الى نادي الاهلي بالجزيره في 2016 ومعها كثير من البطولات والانجازات، حتى اصبح علي معلول واحد من اساطير النادي الاهلي على مر التاريخ. هذا الوكيل وكيل اللاعبين هو الاستاذ عبد القادر الجلالي وكيل اعمال علي معلول وقتها في 2016. فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. اتشرف، انا متشرف. اتشرف جدا يا فندم. عايز اسمع رايك فيما يخص قرار النادي الاهلي برحيل علي معلول بعد نهايه الموسم اللي هيبدا. والله هو قرار مفاجئ، معناه مفاجئ جدا. لان اللي قام بها علي معلول بعد ما معناها جاب 21 لقب مع النادي الاهلي وسجل 51 هدف ومرر 83 كوره معناها اخر تمريره، بعد ده كله علي معلول النادي الاهلي تخلى عليه وهو مصاب. يعني خلي اللاعب يرجع يلعب، خلي الراجل يرجع يلعب، اديله سنه على اللي عامله، على الشيء اللي عامله مع النادي الاهلي. علي معلول كان لاعب مثالي ومثالي جدا مع نادي الاهلي، كان لاعب ملتزم، كان لاعب صاحب قرار في نادي الاهلي، كان لاعب متخلق. يعني هي شويه عيب انه نادي الاهلي يتخلى على معلول وهو مصاب. خلي اللاعب يرجع يلعب، وبعدين اديله سنه وشوف بعدها. طيب مش ممكن يا استاذ عبد القادر يكون ده اتفاق ما بين النادي الاهلي وعلي معلول، وعلي معلول ممكن يكون راضي بهذا القرار؟ لا اظن.